الكرام، يسعدنا أن نكون في هذه الحلقة ونتحدث معكم في برنامج المشهد الذي يتناول موضوع كل يوم. ربما حالة من التطورات في الأوضاع في تونس مع بدء الحوار الوطني بين الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية وكذلك المعارضة للخروج من الأزمة الراهنة، ولكن بالعكس في عقاب اغتيال القياديين المعارضين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، تساؤلات عدة تطرح حول مدى قدرة هذا الحوار الوطني التونسي على الخروج من الأزمة الراهنة والوصول إلى صيغة تفاهمية بين جميع الأطراف. وبالرغم أن هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى حدوث انفراجة مصرية في الأزمة، إلا أن هناك الكثير من المخاوف التي قد تعصف بالحوار بأكمله. نناقش في هذه الحلقة جميع تطورات المشهد التونسي مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة الدكتور رمضان قرني، رئيس تحرير مجلة آفاق عربية. أهلا بك دكتور رمضان. أهلا وسهلا. خلينا نخرج من هذا التقرير ثم نتابع مرة أخرى ما جرى على مجريات الوضع في تونس. نخرج من هذا. في محاولة منها للملمة جراحها والخروج من أزمة طاحنة تهدد مسارها، تواصل تونس جلسات الحوار الوطني بين مختلف أطيافها بعد إرجائه أكثر من مرة. الحكومة التونسية التي يتزعمها حزب النهضة الإسلامي والمعارضة عقدت جلسات الحوار بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد منذ نحو عام، وصولا لتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد للانتخابات المقبلة. جلسات الحوار جاءت بعد تعهد الحكومة بتقديم استقالتها خلال 3 أسابيع كما ورد في خارطة الطريق، كما أنها تأتي في ظرف استثنائي تعيشه البلاد عقب خروج المظاهرات المطالبة بإسقاط حكم النهضة. الاتحاد التونسي للشغل والذي يعد وسيطا في المفاوضات شدد على أهمية الالتزام بخريطة الطريق المتفق عليها، بجانب العمل على إنشاء لجان من أجل تشكيل الحكومة الجديدة والدستور والانتخابات. وكانت تكتلات معارضة كبرى في تونس قد أصرت على صدور تعهد واضح ومكتوب من جانب الحكومة بالاستقالة قبل البدء في الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ووفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، يتم تشكيل حكومة جديدة من كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة تمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة البلاد ولا يحق لأعضائها الترشح في الانتخابات القادمة. كما تلزم خارطة الطريق المجلس التأسيسي بإنهاء عملية اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من بدء المفاوضات المباشرة وإصدار القانون الانتخابي خلال أسبوعين. ويتعين على المجلس التأسيسي المصادقة على الدستور في أجل أقصاه 4 أسابيع من جلسة المفاوضات بحسب نص الاتفاق. وفي موازاة الأزمة السياسية، تشهد تونس وقوع أعمال عنف وهجمات استهدفت عناصر في الشرطة والجيش، ما دفع نقابة الأمن الرئيسية إلى اتهام الحكومة بالفشل في مكافحة الإرهاب. كان اغتيال قد أثار غضب منتقدي الحكومة واتهموها بالتهاون مع المتطرفين، ما فجر احتجاجات هددت بإجهاض عملية التحول الديمقراطي التي كان ينظر إليها يوما كنموذج يحتذى به في المنطقة. اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه مره اخرى لضيفي الكريم في الاستوديو دكتور رمضان قرني، رئيس تحرير مجله افاق الافريقيه. اهلا بك دكتور، مشرفنا. دكتور، يمكن الخيوط دائما بتتشابك ما بين مصر وتونس، او كما يقولون في عالم السياسه مصر وتونس وكان عمله واحده، وما يحدث في تونس حدث في مصر، وما حدث في مصر يحدث في تونس. امتداد لحركه التمرد المصريه ونجاحها في اسقاط النظام في 30 من يونيو امتد ايضا الى تونس وجمع عدد كبير من التوقيعات، فربما ايضا تعصف بالمجلس التاسيسي وبالحكومه وايضا برئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي. لكن كيف ترى هذه الخيوط وكيف ترى معالم تونس الجديدة في هذه الفترة الحرجة من عمر تونس؟ أتفق مع حضرتك كثيرا في حتة التشابه بين الثورة المصرية والثورة التونسية. صحيح كان للثورة التونسية البدء وهي النموذج الذي استفتح الربيع العربي في المنطقة، لكن طبيعة مصر وموقع مصر الإقليمي ودورها السياسي والإقليمي ربما إنجاز التعبير سرق المشهد السياسي والإعلامي من الثورة التونسية. لكن إن أردنا أن نجري مقارنات بين الثورتين المصرية والتونسية نجد أن عناصر التشابه كثيرة جدا جدا، ولكن هناك خصوصية
تاريخيه بخصوصيه وسياسيه لكل دوله. يعني انت حدثنا على سبيل المثال في الجيش، الجيش التونسي هو جيش محترف وجيش نظامي وجيش مهني، بينما الجيش المصري له خصوصيه تاريخيه تنبع من العلاقه التاريخيه بين الدوله المصريه والجيش المصري. في لحظات معينه كانت الدوله المصريه تقوم ركائزها على الجيش المصري. جانب اخر، عندما ظهر التمرد في مصر ظهر التمرد في تونس، لكن العدد الذي حازت عليه تمرد حتى هذه اللحظه يقارب تقريبا 2 مليون مواطن، وهذا العدد قليل جدا جدا بالمقارنه بالزخم السياسي اللي بتعيشه تونس. ثانيا، تمرد لم تشهد دعم من الاحزاب والقوى السياسيه في تونس على غرار ما شهدته تمرد في مصر. جانب ثالث ممكن نقف عنده، تشكيل ما يمكن ان نسميه جبهه الانقاذ. تشكلت جبهه الانقاذ في مصر من القوى السياسيه الليبراليه، ثم تشكلت في تونس ايضا من القوى الليبراليه في مواجهه حركه الاخوان المسلمين في مصر وحزب النهضه المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين في تونس. كل هذه العوامل تجعل التشابه الى حد كبير متقارب بين الدولتين، لكن تظل الخصوصيه التاريخيه والخصوصيه السياسيه هي التي تلعب الدور الاساسي في تونس. فعلى سبيل المثال، يعني القوى السياسية الدينية، يعني أنت في تونس على سبيل المثال القوى السياسية الدينية خارج إطار حركة النهضة التونسية تلاحظ أنها قوى سياسية تنتمي الفصيل السلفية الجهادية، بينما أنت في مصر عندك قوى سياسية مختلفة تميل إلى الاعتدال إلى حد كبير. نقطة أخرى في غاية الأهمية أرى أنها مؤشر يعني للتفرقة بين مصر وتونس، ودور القوى السياسية الخارجية. مصر في حكم موقعها كانت محط اهتمامات دول العالم المختلف، وبالتالي مش هقول التدخل الخارجي، ولكن الدور الخارجي كان مهم جدا جدا في كيف ستسير الأحداث في مصر في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو. تونس تواجه إشكالية لحد كبير، تواجه إشكالية على سبيل المثال مقاربة لليبيا، فليبيا شهدت تدخل الناتو لإسقاط نظام القذافي. تونس مقاربة للجزائر تمتلك حدود، وهذه المنطقة ملتهبة بالعديد من الجماعات الجهادية المسلحة، لدرجة حتى أن ليبيا وتونس والجزائر شكلوا ما يمكن أن نسميه مثلث حدودي لمواجهة هذه الجماعات. وبالتالي العنصر الخارجي إن كان يمثل ضغط في مرحلة ما في مصر فهو أقل نسبيا في تونس. نقطة أخيرة أنا أحب أن أقف عندها، طبيعة الثقافة السياسية في تونس. الثقافة السياسية في تونس ثقافة تعلي من جانب الحوار، ثقافة ترفض العنف. المجتمع التونسي تاريخيا هو مجتمع غير قبلي، هو مجتمع غير مذهبي، غالبية التونسيين ينتمي للمذهب المالكي، وبالتالي توجد طبقة وسطى سياسية كبيرة هي التي تقود الحراك السياسي في المجتمع التونسي. طب الحركة نفسها دكتور رمضان، يعني في حراك ما بين المجتمع المدني عم يطلق على نفسه الاتحاد العام للشغل اللي هي المركزات النقابية، عمادة المحامين، المنطقة الرئيسية لأرباب العمل للأوتيكا، طبعا بيتكافلوا مع بعض وبيتكاملوا مع بعض ضد النظام أو ضد الترويكة الحكمة، طبعا ضد هذا النظام حتى يمكن إحراج النظام بشكل أو آخر أمام المجتمع الدولي، وبالتالي يتم إسقاط هذا النظام من جديد وإسقاط نظام الإخوان، أو كما يقولون أن إسقاط نظام الإخوان هو المستهدف في كل أنحاء المنطقة العربية، كما أسقط في مصر، كما أسقط في ليبيا، سيسقط في تونس أيضا حتى يعود هذا النظام من جديد أو يعود إلى أدراجه كما كان. فبالتالي تتشابك الخيوط ما بين حين وآخر، لكن تظل السمة المدنية هي الغالبة على نظام التفاوض. بوجهة نظرك، هل السمة المدنية ثم التفاوض أو ثم التفاوض على أرض الواقع بالتالي يمكن إحداث نهضة حقيقية أو خطوة حقيقية نحو الحكم؟ أنا أتصور أن المرجع الأساسي في هذه القضية الثقافة السياسية التونسية. الثقافة السياسية التونسية تاريخيا تعلي من قضية الحوار، تعلي من فكرة الانتماء، وتعلي من جانب آخر أو تؤكد من جانب آخر وجود طبقة وسطى في المجتمع التونسي. وبالتالي إذا نظرنا إلى الحوار الوطني الراهن في تونس حاليا، نجد من الذي يقود هذا الحوار؟ 4 مؤسسات مجتمع مدني: الاتحاد الوطني للشغل، الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية المحامين، واتحادات المهن الصناعة والتجارة. هذه كلها تنتمي إلى نقابات، تنتمي إلى مؤسسات مجتمع مدني، وبالتالي هذا الأمر ينسجم إلى حد كبير مع الثقافة السياسية السائرة في تونس، وهي ثقافة المجتمع المدني. تونس تاريخيا كانت دولة علمانية، يجب أن نعترف، منذ نظام بورقيبة ومرورا بنظام بن علي حتى انتخابات أكتوبر 2011 كانت دولة يعني تسير وفق النموذج العلماني. وبالتالي التحول السياسي الذي حدث في تونس باتجاه جماعة الإخوان المسلمين أو حركة النهضة التونسية هو تحول مرتبط بالربيع العربي الذي مرت به المنطقة. وبالتالي ما حدث هو طرح حوار وطني استطاعت أن تضغط به هذه المؤسسات الأربعة. ربما ساعدت بعض الأسباب في الدفع بهذا الأمر، لأن من البداية من يشاهد الترويكة الحاكمة وهي النهضة، تكتم من أجل الجمهورية، وحزب المؤتمر، كل هؤلاء كانوا من البداية أخذوا مواقف أنا أعتقد أقرب إلى الممانعة.
منها الى الموافقه على فكره قبول الحوار، لكن ضغط مؤسسات المجتمع المدني الرباعي الحوار كما يسمى في تونس، ثم تفاقم الظاهره الارهابيه، يعني الظاهره الارهابيه في تونس وهذا امر غريب على المجتمع التونسي بطبيعته، ادى الى اغتيال 2 من كبار القيادات السياسيه، شكرا للعيد العيد ابراهيم بالضبط. فبالتالي هذا ادى للوضع. الجانب الثالث والمهم ان تونس تعيش منطقه ملتهبه على الحدودين، الحدود الليبيه والحدود الجزائريه، وبالتالي هذه المنطقه الجزائر يعني ربما كان مؤسف حدث بالضبط كده. الاخير كان حدث ماساوي جدا، حدث هم جنود الحرس الوطني في تونس، حتى ان جنازه الجنود شهدت تهجم شديد جدا جدا على الرئيس المنصف مرزوقي وعلى رئيس الوزراء علي العريض، وغادر الجنازه بشكل واضح وبشكل واضح في انه نوع من رفض السياسات، لان هذه المنطقه تنشط فيها جماعة القاعدة، القاعدة في بلاد المغرب العربي ودول الساحل، وتشهد تحديدا حوالي 4 أنواع من الجماعات الجهادية أو الجماعات التكفيرية إنجاز التعبير. هذا عنصر ضاغط على الحكومة التونسية. عنصر آخر الأزمة الاقتصادية، من يلاحظ المؤشرات التي وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كان من المأمول أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس 4.5% وصلت إلى آخر القراءات 3%. جانب آخر ممكن أن نضيفه هو تراجع شعبية حزب النهضة التونسي، يعني وفقا لاستطلاع مؤسسة جيمس زوغبي وزير من أكبر مؤسسات استطلاعات الرأي في العالم، بلغت عدم الثقة في حكومة النهضة حوالي عدم الثقة وصلت حوالي 72% من عدم قبول الرأي العام التونسي. وبالتالي أنا في اعتقادي أن كل هذه الأمور دفعت الحكومة التونسية أو إنجاز التعبير الترويكا الحاكمة في تونس إلى قبول فكرة